غادي نعطي واحد المده مشاسه ان شاء الله على المشروع المستقبلي لجمعيه الودان. اولا يوم الثلاثاء الماضي 28 في الشهر الرئيس الدكتور مصطفى عزيز مع اعضاء الجمعيه ووفد المرافق عملنا زياره للارض اللي كتمثل نصف هكتار غيتنازل عليها الدكتور تنازل عليها الدكتور والشقيق ديالو لهم جزيل الشكر لانشاء مركب يمكن نقول بين قوسين مركب فريد من نوعه ماشي فقط على صعيد مدينه تلمذات بل يمكن على الصعيد الوطني. هذا المركب غادي يكون شامل مانع لاشياء متعدده، منها غادي يكون فيها ان شاء الله مركز المقر ديال الجمعيه بكل مواصفات مقر الجمعيه بطبيعه الحال، ثم العاد للاعلام والتواصل وغادي يستقطب ليه الدكتور مصطفى عزيز خيره المؤطرين من داخل المغرب ومن خارجه، كذلك سيختار له شباب انتقاء عن جدارة واستحقاق. كذلك في هذا المركب غادي يكون فيه جناح خاص بالاطفال من البراعم الاولى يعني من البدايه الكرش، وفيه مسبح، ثم ممكن لراعي مستقبليا الى فوق المراهقه والشباب. كلما تقدمنا في السنين كلما تطور هذا المشروع الخاص بالطفوله اكثر واكثر. من جانب اخر هذا المركب غادي يتخصص له واحد الجناح خاص بتسويق منتوجات المحليه الرودانيه وعلى صعيد عالمي، حيث ان الجمعيه بطبيعه الحال باشراف الدكتور مصطفى عزيز عملنا شراكه مع اكبر الاسواق العالميه المعروفه، وغادي تسوق هذه المنتوجات الرودانيه التقليديه خصوصا هذا السوق بين قوسين هي السوق اللي هي امازون. هذا المركب كذلك غادي يتنشئ فيه مسرح، مسرح اللي غادي يدرس فيه الفنون المسرحيه ماشي فقط مسرح للتنشيط بل كذلك يدرس فيه الفنون المسرحيه بكل توجهاتها وانواعها. كذلك غادي يكون فيه الجانب الخاص بالتنشيط جميع الاشياء التي يحتاجها الشباب الان بين القوسين. كذلك هنا نشير اننا الان تم اتفاقية توقيع شراكة بين جمعية الودان أولا وبين وزارة الشبيبة والرياضة وتسترطت مجموعة من المشاريع اللي غادي تسطر وغادي تحقق، هي تسطرات ولكنها غادي تحقق على المستوى القريب إن شاء الله، ووعد الدكتور مصطفى عزيز بأشياء إيجابية ومفرحة لساكنة مدينة الودان وللإقليم بشكل عام. بالنسبه للمركب عنده انشطه كثيره، هذا المركب اللي غادي تنشا اللي شرط قلت انه هبه ارض هي هبه من الدكتور الشقيق ديالو، ما غاديش يتقتصر غير على هذه الاشياء فقط، غادي توسع اكثر واكثر، ممكن انها مستقبليا كذلك تشمل مشاريع اخرى من غير فقط غير التسويق، ممكن انها تعرف المراكز ل تنشيط أو خدمة المرأة الرودانية في داخل المدينة أو خارج المدينة، كل الأشياء التي تهم المرأة، لأن الدكتور مصطفى عزيز هو إنسان إلى جانب المرأة دائما ويصر على أن المرأة يجب أن تأخذ حقها كفهدر لحقوق المرأة الرودانية، فهو يرى بأنها لابد أن تظهر في الميدان، لابد لها من ان تثبت جدارتها وهي تستحق ذلك. وهذا المركز هذا ان شاء الله غادي يكون فيه واحد النصيب كبير من تواجد المراه هناك بمهارتها بقدرتها بفكرها بثقافتها بحنكتها بتجربتها، ونشكره على ذلك وشكرا.